تصلي؟ المسجد الأقصى المبارك. شو اسمها؟ بتول حمدان. شوف يا بتول اللي عايزك. طيب في عندنا خلل يا جماعة. شو؟ أنا أمزح صح في الحلقة وأضحك. أعصب ولا ما في داعي؟ أعصب أحياناً. لا الحين أعصب على حق يعني. لا الحين أغير نبرته وأصير جاد ولا خلينا؟ لا بلاش خلينا هادين. طيب خلينا هادين يا جماعة. المزح والضحك في الحلقات مش معناتها إني أنا ياس أجاملكم أو أضيع وقتي ووقتكم. أنت بقى تحلم على الأقل. قولي أنت عايش في بيت المقدس أو لا. المشكلة حمدان يعني اسم خليجي شوية القبيلة يعني ممكن يكون أردني. فأنت هذه مجرد إنك تقولي أنت عايشة في بيت المقدس أو مش عايشة تفرق معاك السماء والأرض. عشان ما يضيع وقتي ووقت المتابعين هنا ربنا سبحانه وتعالى أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حتى شو؟ حتى يريه قدرته ويخفف عنه همه. فهي فيها دلالة كبيرة على تخفيف الهم وفيها دلالة كبيرة على أن الله سبحانه وتعالى يرفع دعواتك يعني يرفعك لعنده بالدعوات ويجيبها لك. ولكن لو أنت في فلسطين تختلف المعنى ولو كنت أنت عند بيت المقدس تختلف المعنى ولو كنت أنت من دولة خليجية يختلف تماما والله.